حكم بيع الكلاب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. بهذا قال فريق من أهل العلم كالشافعية والحنابلة: أما إذا كان الكلب معلما فمن العلماء من يرخص فيه ويقول لأنه ينتفع به حينئذ كالمالكية وغيرهم. هذا ويجدر التنبيه على أن الكلب لعابه نجس، شعر الكلب الخارجي فيه بعض النزاع، لكن عرقه أو لعابه نجس. لا يخفى عليكم حديث: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله، في رواية سبعا، في رواية أحدهن بالتراب ولهن بالتراب.